السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة سهلة جدا جدا وبسيطة، ناعمة جدا. مش عايزة اقول لكم انها كيكة طرية طراوة مش طبيعية. هي كيكة تايوانية، مقاديرها سهلة وبسيطة، موجودة في كل بيت، مش هستخدم فيها بيكنج باودر، وهتكون سهلة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. ناجحة ان شاء الله من اول مرة مع اي حد هيجربها. تعالوا نشوف مع بعض بقى الكيكة بتاعتنا عملناها ازاي والمقادير بتاعتها كانت ايه. المقادير بتاعت الكيكة بتاعتنا مقاديرها بسيطة جدا جدا، وكمان كمياتها قليلة، وبتدينا صينية حجمها كويس. هحتاج كوباية الا معلقة واحدة من الدقيق، هحتاج نص كوباية من اللبن او الحليب، نص كوباية من السكر، نص كوباية من السمنة او الزبدة، انا مستخدمة الزبدة، وبيحتاج 6 بيضات، معلقة كبيرة من الخل، ومعلقة من الفانيليا. اول حاجة هعملها اني هولع الفرن على درجة حرارة 160، وهسيبه يولع قبل ما ابدأ اشتغل في اي حاجة. بعد ما جهزت حاجاتي يعني بتاعتي كده، ولعت الفرن وهبدأ في تجهيز الصينية بتاعتي. انا كنت حطيت ورقة زبدة هنا، وقلت ان انا هوريكم الاول نعمل ورقة الزبدة ازاي، علشان انا هنا بحتاج اني جناب الصينية بتاعتي تكون مرتفعة. انا استخدمت هنا اقل مقاس في الصواني دي، اللي هي المستطيلة، اعتقد انها موجودة في كل البيوت تقريبا. ممكن نستخدم صينية مقاسها 18 او صينية مقاسها 20 سنتي، دي الصواني اللي انت ممكن تستخدموها في الكيك دي. قصيت من الطرفين بتوع ورقة الزبدة بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، واحدة من الجنب من هنا وواحدة من الجنب من هنا، وببدأ ان انا ادخل. ليه بعمل كده؟ علشان ادخل الفتحتين اللي انا فتحتهم دول عكس بعض، فيدوني شكل الصينية بتاعي، وتبقى عاملة احرف عالية زي ما انتوا شايفين كده، احرفها عالية جدا جدا، وكمان بكل سهولة، مش بقعد اقطع الاجناب لوحدها، ولا بقعد اقطع الارضية بتاعت الصينية بتاعتي لوحدها. وبدهنها زبدة برضو كلها، حتى من فوق ورق الزبدة. بجيب بقى هنا نص كوباية اللبن، وبجيب نص كوباية الزبدة، وبحطهم في حلة، وباخدهم على النار، بدوبهم بس مع بعض على النار، مش بخليهم يغلوا خالص، مجرد ما بيدوبوا انا برفعهم من على النار. باجي هنا بقى وبضيف عليهم الكوباية الا معلقة من الدقيق، 100 جرام من الدقيق، كوباية الا معلقة كبيرة، معلقة من معالق الاكل، وبنخلهم برضو مرة تانية على اللبن والسمنة بتاعتي. انا نخلهم مرة قبل كده، ودي برضو خطوة مهمة جدا في امام النجاح اي كيكة، مش شرط الكيكة دي. كيكة دي تايوانية طرية جدا جدا، ناعمة قوي، طعمها كمان حلو، سهلة ولذيذة، ومش تاخد منك اي وقت خالص، وكمان بتعمليها في وقت قليل، وكتير مننا بيحبها. عايز اقول لكم ان هي، شفتوا الكيك بتاع التوينكز؟ هي حاجة شبه الكيك ده بالظبط. هنا بقى انا فصلت البياض عن الصفار، بس الموبايل ما كانش بيصور، ده كان هنا الصفار لوحده. ضفت عليه معلقة كبيرة من الخل، وعليه معلقة كبيرة كمان من الفانيليا، وقلبتهم مع بعض كويس جدا. اهم حاجة واحنا بنفصل البياض عن الصفار، اخلي البياض ما ينزلش فيه اي صفار خالص، والبولة اللي انا بحط فيها البياض تكون ناشفة جدا جدا، لان ده من اسباب نجاح المارينج بتاعي. لازم تكون البولة ناشفة، مفيهاش اي مية، مضرب البيض يكون ناشف مفيهوش اي مية، ما يكونش وقع في البياض بتاعي اي صفار ولا اي حاجة خالص سائل تاني. بعد ما خلطتهم بقى كده مع بعض، ببدأ ان انا اضيف جزء جزء من الصفار على الخليط بتاع الدقيق واللبن والزبدة، وبضيفهم جزء جزء لحد لما يختلطوا تماما. بعد ما خلطتهم بالمضرب كده، بجيب الاسباتيولا او اي معلقة موجودة عندك، وبقلبهم كده كويس، عشان لو في اي دقيق في الاجناب او اي حاجة اخلطها معاهم كويس تاني، بيكون قوامهم سايل بالشكل ده. هنا بقى بجيب بياض البيض، وبستخدم المضرب الكهربي، واللي ما عندوش مضرب كهربي يستخدم المضرب اليدوي، هياخد بس منه شوية مجهود وشوية وقت على ما يدينا المارينج. بضيف السكر بتاعي على 3 مرات، ودي خطوة مهمة جدا ان انا اضيف السكر على مراحل خلال عمل المارينج. زي ما احنا شايفين كده المارينج بيبدأ يتقل شوية، انا هنا بقى مش عايزاه يفضل اضرب فيه كده لحد لما يبقى جامد، لا انا عايزاه في سنه سيوله كده، هوريها لكم دلوقتي ان انا اسحبه كده يتمط معايا، مش عايزاه يكون ثابت في البوله.
عشان اعرف اخلط معاه بقى الخليط التاني ده كويس، ما يدنيش اي تكتلات جوه الكيك بتاعي. تمام كده، انا عايزاه بنفس الكثافه اللي انا وريتها لكم دي. هضيف دلوقتي بقى عليه خليط الكيكه اللي احنا جهزناه مع بعض في الاول، وهبدا ان انا اخلطهم مع بعض واحده واحده. ممكن استخدم المضرب اليدوي في ان انا اقلبهم كده مع بعض او اخلطهم كده مع بعض، او استخدم الاسباتيولا. انا بفضل استخدام الاسباتيولا علشان مفضيش منه الهواء، وبطبقهم على بعض كده بالراحه، باخد وبلف من تحت لفوق، وببدأ ان انا اخلي كل الخليط يندمج مع بعضه وياخد لون واحد. ولو في اي حاجة فيها كتلة بضغط عليها كده بالسباتيولا اللي تحت، كل مرة باخدها معايا وارفع من تحت لفوق. زي ما احنا شايفين كده الخليط بقى كله واحد وكريمي جدا جدا وشكله حلو جدا زي ما احنا شايفين. هاخد بقى دلوقتي الخليط بتاعي وحطه في الصينية اللي احنا جهزناها في البداية مع بعض. زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي، الخليط كله كريمي جدا جدا ما فيهوش اي تكتلات خالص. فضي بقى كل الخليط زي ما احنا شايفين كده، وعندنا لسه خطوه مهمه جدا جدا. الكيكه دي بتستوي على بخار الميه، يعني بنحط الصينيه بتاعتي دي كلها في صينيه تانية. الاول بخبطها كده على الحاجه اللي احنا شغالين فيها علشان افرغ كل الهواء، وبجيب اي حاجه رفيعه. انا استخدمت عصايه الشيش وبحركها زي ما احنا شايفين كده، وده علشان اخلي الكيك بتاعي ما فيهوش اي فراغات من جوه زياده، وكمان اخليها يطلع من فوق سطحها كلها مستوي وما يطلعش منها جزء كده لفوق قابب من جنب والجنب التاني لا. حطيتها كده في المقاس الاكبر من الصينيه دي، وحطيت عليها ميه سخنه مش ميه مغليه. بنسخن ميه من البدايه مثلا، وبنسيبها شويه على ما نيجي نحضر الكيك كلها بتكون بقت جاهزه. دخلت بقى الصينيه على درجه حراره 160 زي ما قلنا في البدايه، تقعد ساعه وتلت بالظبط، ساعه وتلت في الفرن علشان تستوي. وطبعا احنا ممكن في اخر 10 دقايق نفتح عليها وكمان نشوف نختبرها الاول قبل ما نخرجها، علشان في افران بتختلف عن التانية. قطعت بقى معاكم الكيك كده زي ما احنا شايفين. دلوقتي بقى نشوف من جوه عامل ازاي. كيك مستوي جدا جدا، شكلها حلو جدا، طريه طريه قوي. انتوا مش هتتخيلوا قد ايه هي طريه وقد ايه هي ناعمه، وكمان شكلها رهيب رهيب جدا. يعني دي عاليه قوي قوي. كمان لو استعملنا مقاس صينيه اقل من دي هتديكوا علو علو رهيب، يعني علو الكيك بيختلف طبعا من صينيه للتانية. انا هنا مستخدمه صينيه دوب مقاسها كبير شويه، هي بتعمل في صواني مربعه بتديها شكل كده اكبر من كده. طريه جدا جدا، كيكه هشه قوي قوي، خفيفه من الكيكات الناعمه قوي، وبتدوب كده وطريه جدا جدا. تعالوا دلوقتي بقى مع بعض كده نفتح قطعه من جوه نشوفها عامله ازاي من جوه وشكلها ايه من جوه، ولما نفتحها تبقى عامله ازاي. يلا بينا، تعالوا نفتح مع بعض القطعه بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده القطعه من جوه كلها فراغات، الاضاءه بس هي اللي مختلفه. طريه جدا، دايبه، بتتقطع كده بطريقه حلوه وشكلها جميل جدا من جوه. انا هنا بقى قلت ان انا محتاجه زينا مثلا شويه سكر. انا اخواتي بيفضلوها بالعسل، يعني بيجيبوا عسل ابيض وبيحطوا عليها شويه عسل كده، بيكون طعمها حلو جدا. حطيت جنبها شوكه كده علشان اعمل بس اي منظر بيها، اخلي الطبق بس شكله لذيذ. ممكن زينوها باي حاجه، ممكن طبعا تحشوها وتحطوا عليها كريم من فوق. ممكن كمان في ناس بتفضلها انها تسقيها باللبن، بتبقى طريقه اطرى ما هي يعني، بس هي كده جميله جدا جدا بالسكر. هوريها لكم كمان واحنا بنقطعها مع بعض دلوقتي، شكلها حلو جدا. بالهنا على قلبكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش بقى تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.